السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يقدرش حد مهما كان انه يدعي ان حذف شعار اهلي نادي القرن من على الفانيلا، ما فيش حد يقدر يدعي انه ما كانش خطأ من ادارة النادي الاهلي. لسبب بسيط، انه ان ادارة النادي الاهلي اعترفت بهذا الخطأ بشكل علني، وده على لسان الاستاذ سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. لكن في نفس الوقت ان في بعض الناس بتحاول تستغل هذا الخطأ الاداري في ان هم يصنعوا نصر اعتباري للزمالك، وهي ان مساعيه في حصول على لقب وخطفه من النادي الاهلي نجح اخيرا في اجبار النادي الاهلي على حذف هذا الذهب الذي لا يتكرر الا لنادي واحد كل 100 سنه. اعتقد ان ده ضرب من العبث وضرب من الخبل الاعلامي. للاسف الشديد شفت واحد من الاعلاميين مستضيف خبير روايح يناقش هذه المسألة. ليه بقول كده؟ بقول كده لأنك في النهاية ما تقدرش إنك تدعي نفسك لقب من غير ما تكون بالفعل حققته. ما تقدرش تقول إنك بطل الدوري من غير ما تكون جبت الدوري. ما تقدرش تقول إنك بطل أفريقيا من غير ما تكون أحرزت أفريقيا. ما تقدرش تقول إنك بطل الكاس إلا إذا كنت أحرزت كاس. في نفس الوقت ما ينفعش إن نادي يدعي لنفسه إن هو نادي القرن إلا إذا كان النادي ده بالفعل معاه درع أو معاه ما يثبت إنه نادي القرن. وزي ما احنا عارفين درع نادي القرن اللي حصل عليه كابتن صالح سليم من 22 سنه وبحضور الكابتن محمود الخطيب وحضور المهندس عادل القيعي في السفريه الشهيره الى جوهانسبرغ في حفله الكاف اللي تلقى فيها الكابتن صالح سليم هذا الدرع الغالي، هذا الدرع لا يزال موجود في خزائن النادي الاهلي. مفيش حد يقدر يدعي انه مش موجود. وعدم وجود هذا الشعار على صدر فانيله النادي الاهلي لا يعني ان النادي الاهلي تخلى عن هذا الزهو الكبير والعظيم، وان اختفاء الشعار من على صدر الفانيلا ولو حتى لعدة سنوات لا يعني ان النادي الاهلي لم يعد ناديا للقرن. النادي الاهلي نادي القرن بالحق وبالمستحق وبالدرع وبكل الاشكال الممكنة، ومفيش حد معاه هذا اللقب وهذا الدرع في قارة افريقيا غير النادي الاهلي. دليل على كده ان بالرغم من ان ريال مدريد هو نادي القرن في اوروبا، هي ان نادي ريال مدريد مش حاطط على صدر الفانيلا انه نادي القرن في اوروبا. وان رغم كده محدش يقدر في اوروبا يدعي انه نادي القرن غير ريال مدريد. حتى المنافسين اللي معاه في نفس البلد محدش فيهم يقدر يقول انه نادي القرن في اوروبا. لكن الفارق ما بين النادي الاهلي من وجهه نظر ونادي ريال مدريد هو ان نادي ريال مدريد كل المنافسين اللي عنده سواء اللي في بلده او خارج بلده منافسين محترمين. اما النادي الاهلي فللاسف الشديد ابتلي ببعض المنافسين غير المحترمين. ده فيما يتعلق بموضوع حذف لقب نادي القرن على صدر الفانيلا. اما بالنسبه لما يتعلق بمحمود عبد المنعم كهربا وبدايه موسم الهجوم على محمود عبد المنعم كهربا، فانا عايز اقول عده نقاط سريعه. اولا كابتن شوبير اللي بدا الحمله امبارح ذكر يوم 24 سبتمبر ان محمود كهربا ماشي بشكل كويس، وان كولر مبسوط من محمود عبد المنعم كهربا، وكل الاخبار اللي بتيجي من جوه النادي الاهلي بتقول ان مارسيل كولر ينوي التعامل مع محمود عبد المنعم كهربا كمهاجم اساسي منافس لشادي حسين ومحمد شريف وحسام حسن. اذ فجاه كده بيتحول الامر ان محمود كهربا يتم توقيع عقوبه عليه، يتم تهديده من داخل النادي الاهلي ان الغرامه مش هتتايد او مش هتتسجل عليه، واني بعض الاعلاميين ياخدوا الامور في السكه دي بشكل متوازي او متوالي من باب ان هم يضيفوا بعض الاعباء النفسيه على الفريق وعلى النادي في الوقت الخطير ده، انا بعتقد ان ده اتجاه سلبي جدا، وبعتقد انه اتجاه لا يليق اولا بواحد زي كابتن احمد شوبير يعتبر من ابناء النادي الاهلي، ثانيا بهذا العدد من الاعلاميين الذي يصر على التعامل مع قضيه كهربا وكانها قضيه شخصيه. دي حاجة. حاجة تانية ان حرفيا وفي الوقت الحالي حنفية الاخبار من النادي الاهلي مقفول على الجميع، محدش عارف ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي. ابسط دليل على كده ان النادي الاهلي في عز ما كان بيلعب طلائع الجيش ما كانش في حد عارف يطلع نتيجة المباراة من داخل النادي الاهلي او من داخل ملعب السلام والاهلي او الاهلي والسلام. ما كانش حد عارف يطلع الخبر الحقيقي المتعلق بنتيجة مباراة تجري في هذا الوقت. فما بالك باخبار متعلقه بان محمود كهربا صور في التجمع، وان محمود كهربا صور وبعتت الكابتن سيد وبعتت الكابتن محمود الخطيب
وبعدين النادي الاهلي خد قرار بعقوبه الراجل 50,000 وتهديده بان الغرامه مش هتدفع، خصوصا ان في اخبار كتير بتؤكد النادي الاهلي بصدد دفع الغرامه لصالح محمود عبد المنعم كهربا. انا بقول ان للاسف الشديد في ناس مصممه على ان محمود عبد المنعم كهربا يبطل كوره، مصممه بالدعايه والاعلام، وللاسف الشديد محمود عبد المنعم كهربا في اوقات كتير كان بيساعد الناس دي على انجاح مخططه. لكن انا شايف خلال الفتره اللي فاتت ان كل الاخبار اللي بتيجي من جوه النادي الاهلي بتقول ان راجل ملتزم بشكل كبير جدا، وبتقول ان راجل بيؤدي برنامج تاهيلي قوي جدا، وبتقول ان مارسيل كولر معجب بيه، وان زميله ياسين المكاري اللي كان بيلعب معاه في نادي الجزائر مقتنع بامكانياته وعنده قناعه او عنده قرار بانه يعيد محمود عبد المنعم كهربا مره تانية لصداره المشهد الكروي في مصر. اعتقد ان الباقي على الكهرباء، واعتقد برضو ان في دور كبير جدا واقع علينا كجمهور في مسانده محمود عبد المنعم كهربا. الجمهور اللي يقدر يسقط اي حد، الجمهور اللي يقدر يحقق النجاح لناديه ولاعبيه في جميع الاستفتاءات قادر بشكل واضح لانه ينجح محمود عبد المنعم كهربا شرط المؤازره. والشرط الاكبر واقع على محمود عبد المنعم كهربا انه يتجاهل كل هذه الاشياء، يتعامل بفن لا مبالاة اتجاه كل هذه الترهات اللي للأسف الشديد ممكن تأخره أكتر ما تقدمه. لكن في النهاية لازم يقتنع أن كل الناس اللي بتساعده على التأخر دول بيساعدوه تصفية حسابات معينة مع واحد للأسف الشديد بقت مصر كلها مصر الإعلامية يعني شغالة عنده بشكل صعب جدا وبشكل يدعو إلى الاشمئزاز. لكن على الأقل هذا الشخص لا يستطيع السيطرة على جمهور النادي الاهلي اللي اقوى من اي حد واللي اقدر على ان هو يدفع بلاعبه مرة اخرى الى العودة الى صدارة المشهد اللي يستحقه، وللمستوى بتاع كهربا يؤهله لذلك بشكل كبير جدا. كل الدعم لمحمود عبد المنعم كهربا، كل الثقة في خطوات محمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم كهربا ما حصلش منه اي شيء سيء خلال الفترة اللي فاتت، الراجل ملتزم باشد ما يكون الالتزام، وان شاء الله محمود عبد المنعم كهربا يكون من عوامل عودة النادي الاهلي او البطولات كل البطولات في الموسم الجديد. سلام عليكم.